أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ويستنبئونك أحق قل هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الله
العذاب
فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين صدق الله العظيم.